نروح لكره اليد، وكره اليد هي الساحره بالنسبه للناس اللي هي يعني مدوخه الناس بصراحه، لكن السنه دي ان شاء الله هيكونوا في الميعاد بكره باذن الله على صاله نادي هليوبوليس شروق. الاهلي هيلعب تاني مباراه تحت قياده اولا لاندجرين المدير الفني السويدي، اللي اول مباراه قدر يثبت تشكيل وقدر يعمل تشكيل كويس متوازن مع مباراه نادي الطيران. النادي الاهلي كسبها 25-17 كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل. خلينا نخرج تقرير عن مباراه الطيران، عن مباراه الطيران السابقه مع اولا لاند جرين وكابتن اسلام وكابتن باهر البدراوي، وترجعوا لنا مره ثانيه. أول حاجة طبعا هو مبسوط من الأداء بالنسبة للشوط الأولاني، لأنه هو أحرز حوالي 17 هدف واغتنم معظم الفرص اللي جات له ودافع كويس ولعب فاست بريك. بالنسبة للشوط الثاني مش مبسوط قوي لأنه ضيع فرص كتيرة وكان في حالة يعني إيه هرجلة أو عدم انتظام في اللعب، فقدت الكثير من الفرص. اول حاجه الحمد لله على المكسب، اهم حاجه هو ده اللي احنا بنلعب عشانه. تاني حاجه الماتش كبدايه دوري ماتش كويس، بناخد المباريات تدريجيا واحده واحده بس الناس ترجع من الاصابات والفرقه هتبقى تكتمل برده، والمستوى هيبقى طبعا يعني هيبقى الناس المصابه هترجع، وان شاء الله يعني اللي جاي هيكون احسن من كده ان شاء الله. طبعا احنا فرقه واحده مهما حصل لازم نبقى موجودين مع بعض. مباراه اكيد في بدايه الموسم تبقى مباراه مهما كان قوه المباراه بتبقى مباراه مشدوده. اللعيبه كانت بتحاول ان هي تبدا الموسم بشكل كويس يخلي الفتره الجايه كلها في تحدي. احنا طلعنا من الموسم اللي فات يعتبر موسم كان سيء بالنسبه لنا، فان شاء الله بنحاول نعوض الموسم ده ونقدر نكسب اكبر عدد من البطولات ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. هو حصل امبارح في اخر التمرين سبرين انكل، من الدرجه كام هنعرف ان شاء الله خلال اليومين الجايين دول، هعرف هيبقى قدام قد ايه، بس الحمد لله رب العالمين يعني الدنيا لحد دلوقتي مستقره الحمد لله. زي ما شفنا تقرير عن مباراة الطيران، لكن بتكلم عن مباراة بكرة. الطيران خلاص مباراة وعدت والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا المباراة الأولى. المباراة الثانية مباراة قوية بكرة نادي هليوبوليس على أرضه، مباراة مش سهلة، عنده نجوم وأبطال في نادي هليوبوليس حققوا مع منتخبات مصر المركز الثالث والمركز الأول، وكلهم بيلعبوا في الفريق الأول لكرة اليد لنادي هليوبوليس بقيادة المدير الفني كابتن محمد الألفي ابن النادي الأهلي. بنقول بكرة مباراة مهمة، لازم لعبتنا تركز جدا جدا لان المباراه مش هتعدي بالسهل زي مباراه الطيران، كانت مباراه شويه سهله، لكن مباراه بكره مباراه قويه. نتمنى لهم التركيز من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، وبرده هنتابعهم ونشوف معاهم هيوصلوا لايه باذن الله. لكن فريق كره اليد فعلا شكله مختلف السنه دي مع المدير الفني السويدي اولا لاندجرين.